بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن طبعا عم نقرأ من كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرهومية. اللغة العربية مرد أقول هي لغة القرآن الكريم، يعني نحن لو ما كنا عرب يجب أن نتعلم، يجب ما دمت مسلما أن تتعلم اللغة العربية. اليوم في جامعة كبيرة بكوريا لتعليم اللغة العربية، كوريون غير مسلمين يعتزون بأنهم تعلموا اللغة العربية. هاي اللغة العربية لغة 1,700,000,000 مسلم، ولغة حضارة حكمت العالم 1,400 سنة، استوعبنا؟ وهذه الحضارة وهذه اللغة مرشحة لأن تعود تحكم العالم مرة أخرى بكلام الغربيين مو بكلامي أنا، ما هي يعني أحلامنا نحن. فهذه اللغة يكفي أنها لغة القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويكفي أنها لغة سيد هذا الكون النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد البشرية، سيد العدل، سيد الرحمة، سيد الحب عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، سيد الدنيا والآخرة. واضح؟ طيب الآن نحن كل كلمة في الدنيا، كل كلمة، كل يعني كلام في أي لغة من اللغات يقسم إلى أقسام. نحن الكلمة عندنا باللغة العربية شايفينا تقسم إلى تقسم اثنين ثلاثة. طيب القسم الأول ماذا سميناه؟ لا 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 لا، بدك ترفع إيدك محمد خوجة. الاسم، الاسم، جيد هذا الكلام. والقسم الثاني عبادة، الفعل، جيد كمان. والقسم الثالث الحرف. إذا الكلمة في اللغة العربية تقسم إلى اسم، الأزرق فار، القلم الأزرق. طيب اتركوا. الكلمة في اللغة العربية تقسم إلى اسم وفعل وحرف. من يذكر لي تعريف الاسم؟ نحن عرفناه من خلال كلام أهل اللغة. يزن شيخي أشحكوا على الاسم؟ إيه تعريف أهل اللغة ولو قربت معليش. لا شيخي. طيب هو ما دل على اسمي، ما دل على اسم، على ما دل، عم نحكي على الاسم، ما دل على المفهوم، على معنى، وليس له علاقة بالدل. جيد جيد، دل على معنى مستقل بالفهم. يعني الاسم باللغة العربية كلمة تدلني على معنى ولا علاقة لها بالزمن ولا تحتاج إلى شرح. يعني أنا لما أقول هلا كرسي، كرسي، أنت رأسا أول ما أقول لك كلمة كرسي يا محمد ماذا تتذكر؟ الكرسي. إلى علاقة بالزمن؟ لا. قبل 100 سنة في كرسي، وهلا في كرسي، وبعد 100 سنة في كرسي، ما لا علاقة لها بالزمن. جبل. طيب مين بيعطيني أمثلة من الأسماء؟ يزن. شيخي لوح. سبورة. لوح. طيب. لوح، جيد. كرة. كرة. شيخ كرسي. كرسي. قلم. قلم. دفتر. دفتر. على فكرة القلم والدفتر نفس الكلمة باللغة التركية، مو هيك؟ قلم. دفتر. مو هيك؟ طيب هي مأخوذة من اللغة العربية. طيب الحديقة أو المزرعة باللغة التركية شو هي؟ بهجة. شو من هنا مأخوذة؟ مو من القرآن؟ حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة، فأخذوا الصفة حولوها إلى اسم. وضحت؟ إذا الجدار اسم، سقف اسم، أحمد اسم،
الضوء. هي أحمد عم يعطينا مثال على الضوء. شيخ الكتاب. كتاب. الساعة. انتبهنا. اسم. محمد. اسم. نظارة. اسم. حديد. يعني بالملايين. انتبهنا. إذا تعريف الاسم ما هو؟ ما دل على معنى مستقل بالفهم. شلون مستقل بالفهم؟ أنا لما بقول كرسي ما بحاجة إني أحط لك جملة وأشرح لك شو معنى هذا الكرسي. أنت لحالك تعرف كرسي يعني هذا الذي نجلس عليه. جبل معروف الذي نصعد عليه. وادي الذي ننزل إليه. واضح؟ إذا الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم والزمن وليس الزمن جزءا منه. بدي الآن من يعيد لي التعريف ونحفظه كلياتنا. من يعيد لي هذا التعريف؟ محمد خوجة. الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم. يعني ما بده شرح هذا الأصل. وليس الزمن جزءا منه. جيد. من يعيد لي التعريف؟ أحمد. الاسم وما دل على معنى مستقل المفهوم. مستقل بالفهم. بالفهم وليس الزمن جزءا منه. جيد. من يعيد؟ من يعيد؟ عبادة. الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس له علاقة وليس الزمن جزءا منه. جيد. عمار مرة ثانية. الاسم هو ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. طيب أنا حكتب هذا الكلام. الاسم عشان ما ننسى، لا تمحوا طبعا انتم عشان تحفظوا، واذا حدا بده ينقله ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وضحيت؟ وضحيت. طيب الفعل شيخ، ما الفرق بين تعريف الاسم وتعريف الفعل؟ النص الاول من التعريف نفسه تبع لي. يعني انا قلت الاسم، الكلمه تقسم الى اسم وفعل وحكم. انا بدي سلام. وينك قبلك؟ ايوه. طيب شكرا. عفوا. الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. واضح؟ طيب الفعل ما دل على معنى ايضا مستقل بالفهم. يعني كلمة فعل لا تحتاج الى شرح. عندما اقول ذهب، اكل، نام، بحاجة الى شرح؟ بس قلت لك ذهب بتفهم علي. لكن الفرق بين الاسم والفعل ما هو؟ والزمن جزء منه. إذا هذا القسم ابني طيب اللهم صل على كله فور شو جايبين أبدأ أسوأ ضاعة. طيب الفعل ما دل على معنى مستقل بالفهم لكن الزمن جزء منه. عندما أقول أكل، متى أكل؟ قبل أن أتكلم. عندما أقول يأكل، يأكل متى؟ الآن. عندما أقول كل، متى؟ أنا أمرك بالأكل متى؟ بعد كلامي. إذا الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. الفعل ما دل على معنى مستقل بالفهم بالإيم كلمة ليس والزمن جزء منه. من يعرف لي الاسم ويعرف لي الفعل؟ شيخ، الاسم ما دل على معنى مستقل بالفهم وليس مستقل بالفهم وليس
وليس الزمن جيد. والفعل هو ما دل على معنى مستقر بالفهم، والزمن جزء منه. من أيضا؟ من أحمد؟ الاسم هو ما دل على معنى مستقر بالفهم وليس الزمن جزءا منه. جيد. الاسم بدل على معنى رأسا، أفهم منه هذا المعنى، لكن لا علاقة له بالزمن. الفعل والفعل هو ما دل على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه. والزمن جزء من، يعني أكل قبل أكل قبل زمن التكلم، يأكل الآن أثناء زمن التكلم، كل بعد زمن التكلم. أعد التعريفين يا عبادة. الاسم هو ما دل على معنى مستقل بالفهم، وليس الزمن جزء الفعل ما دل على معنى مستقل بالفهم، والزمن يعني أنا اللي بدي أحكي هلأ بطريقة مبسطة، لأن إحنا أنا ما حكتر عليكم لغة عربية بالدرس الواحد، ما حاعطيكم معلومات كثيرة، لكن إذا مشينا مع بعضنا البعض إن شاء الله بتطلعوا أساتذة باللغة العربية. تبي علي يا يزن. الاسم يدل على معنى، والفعل يدل على معنى، مو هيك احنا عرفنا؟ معنى مباشر ما بده شرح، مستقل بالفهم. وضحين؟ الاسم لا علاقة له بالزمن. عمر ركز معي. الفعل له علاقة بالزمن. هيك عدي هالكلام مرة ثانية. الاسم يدل دل على معنى مستقل بالفهم. بدي اياها بطريقة هيك ابسط. الاسم دل على معنى، والفعل دل على معنى، لكن الاسم دل على معنى بلا زمن، ما لا علاقة له بالزمن. الفعل دل على معنى وله علاقة بالزمن. محمد خوشة خليه يشرح لنا هالكلام هيك ببساطة مثل ما فهمنا. الاسم والفعل، الاسم على شو بدلني؟ الاسم يدل على معنى، ما بدي بصم. الاسم يدل على ايش؟ على معنى. الفعل يدل على ايش؟ ايضا على معنى. الاسم له علاقة بالزمن؟ لا. انت اسمك محمد، النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1440 سنة و50 سنة و60 سنة كان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. انتبهنا. انت اسمك محمد مواليد قديش؟ 2007. انا اسمي محمد مواليد 1965. شو معنات هذا الكلام؟ اذا لا علاقة للاسم بالزمن. الجبل جبل، قبل 1000 سنة وبعد 1000 سنة جبل. الكرسي كرسي. انتبهنا. اذا الاسم يدل على معنى، والفعل يدل على معنى. الفعل اسمه لا علاقة له بالزمن، الفعل له علاقة بالزمن. حلو هذا الكلام. هلا الحرف، ما حدا حكي عنه، ما حكينا الى الان عن الحرف. الحرف شو هو؟ حرف شيخ. ايه بس شو بدنا نعرفه؟ هلا انا حاسالك الاسم لما قلت كرسي راسا فهمت معناته لما لا؟ ولما قلت اكل راسا فهمت معناته لما لا؟ انا فهمت معنى كرسي اللي هو اسم من غير تعريف، ما قلت ما دل على معنى غير مستقل بالفهم، ما دل على معنى عفوا مستقل بالفهم. الفعل دل على معنى لكن له علاقه بالزمن. اكل دلني على معنى الاكل، مو هيك؟ في واحد اكل حطه بتمه. ايه الحرف قال له معنى بس ما بيظهر معنى الا بجمله. يعني حلك شغله. من شو معناتها؟ من تفهمت شيء؟ من شو؟ من اين؟ من اين ما الى معنى. هي بتدل على الابتداء. انت الى بتدل على الانتهاء، بس ابتداء ايش؟ المعنى من، معنى الحرف لا يظهر إلا في جملة. وضحين؟ صعبين؟ أحمد صعبين؟ لا يظهر معنى الحرف إلا في جملة. طب أنا حجيب لكم الآن آية قرآنية تشرح لكم هذا الكلام، تشرح لكم الاسم وتشرح لكم الفعل، بس خلينا هلأ بالحرف. رب العالمين بسورة الإسراء أول آية ماذا قال؟ سبحان الذي
أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هلأ حط من وحط إلى. إلى حرف لما لا؟ حرف. وإلى من حرف لما لا؟ حرف. وإلى حرف. لكن المعنى اللي من ما بفهم شيء، وأنت ما بتفهم كل هذا من إلى عن على. لكن حط ضع هذه الحروف في جملة يظهر المعنى. هلأ لما رب العالمين قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، إذا بداية الإسراء من أي؟ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نهاية الإسراء أي؟ إذا الحرف يظهر معناه من خلال الجملة. وضحيت؟ الحرف يظهر معناه يا يذا من أي؟ من خلال الجملة. وضح هذا الكلام؟ طيب عندكم آية قرآنية ثانية، عندكم مثال تعطونا يا؟ اللي وأما من أوتي كتابه بيمينه يقول له اقرأ. وين الحرف؟ وأما من أوتي من هي اسم، كل شيء بيجي هي هي مو من هي من هي بمعنى الذي. أما بيمينه الباء حرف جر، انتبهنا بأي شيء أوتي بيمينه حرف جر، والاسم اللي بعدها مجرور. وضحت يا عمار؟ وضحت؟ هلا صرنا نعرف تماما ما الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ نعم. الاسم والفعل يدلان على معنى. الاسم والفعل يدلان على معنى. الاسم والحرف لا يحتاجان الى شرح. ما دل على معنى مستقل بالفهم. الاسم لا علاقة له بالزمن، الفعل له علاقة. إذا ثلاث أشياء، مين بيعد لي إياهم؟ بين الاسم والفعل. أول شيء الاسم ما هو؟ ما دل على لا لا كلمة. الفعل؟ كلمة. الحرف؟ كلمة. كلمة. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟ عرفنا الاسم بأنه يا محمد ما دل على معنى مستقل بالفعل. طيب الفرق بين الفعل والاسم، خلي هيك إني من التعريف، خليني أبسط أحكي هيك. أنت بدك، أنا زلمة بدي أتعلم وأنت بدك تشرح لي. الاسم دل يدل على معنى، الفعل يدل، إذا هدول مشتركات. الاسم يدل على معنى مستقبل. يعني شو معنى مستقبل؟ ما بده شرح. كرسي رأسا، بس إقول لك كرسي فهمته، بس إقول لك عمار عرفته، بس إقول لك جبل رأسا تفهمه. طيب وكمان إذا قلت لك أكلة كمان مستقل بالفهم. إذا الاسم والفعل يدل على معنى، كلاهما يدل على معنى، كلاهما لا يحتاج إلى شرح. لا. إيه. الزمن لا علاقة له بالاسم وله علاقة بالفعل. الحرف للمرة الأخيرة معناه يظهر في غيره، يعني في الجملة. وضحين؟ المثال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نحن لا نريد أن نأخذ معلومات كثيرة، بدنا نحب اللغة العربية، نمشي فيها خطوة خطوة، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، مو هيك؟ ونحن حريصين أن نصير أساتذة باللغة العربية، ونحن حريصون أن ننشر اللغة العربية. وضحيت؟ ليه؟ لأنها لغة قرآن، ولغة النبي العدنان لتر، ولغة النبي العدنان، ولأنها لغة الحضارة 1400 سنة، ولغة 1,700,000 إنسان. واضح هذا الكلام؟ مين بده يدعينا هلا؟ نحن قوم ادعينا، قوم وقف ابني، وأنا حأقعد ادعينا الله يرضى، تعال عندي وقف قدامي.
ادعينا الله يرضى عليك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما وتفرقوا من بعد معصوما. تفرقنا وتفرقنا وتفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل منا وليا ولا شقيا ولا معصوما ولا مطرودا ولا مطرودا. لا بدنا معصوم ولا مطرودا ولا محروما. لا تستحي مالك حتى تصيروا اساسكم تتعودوا يعني. اللهم ارحمنا فوق الارض. آمين. اللهم ارحمنا تحت الارض. جيد. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنة جميعا يوم يقوم الحساب. برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنة جميعا يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل من هذا المركز علماء كثيرين يا رب. عاملين. نعم. اللهم اجعل من هذا المركز علماء. اللهم اجعل من هذا المركز علماء. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك. الفاتحه. الله يرضى عليك. يلا صلى. الله يرضى عليك.